بقى نتعرف على اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف المختلفه. وزميلنا العزيز محمد توفيق هو دلوقتي موجود في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. محمد بصبح عليك في البدايه، صباح الخير. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم، وكمان بصبح على زميلنا مينا ماهر الموجود معانا هنا. يمكن زي ما وعدناكم ان احنا هنغطي النادي الاهلي من كل فروعه ومقراته، يمكن للمره الاولى موجودين معاكم من هنا من اهل الشيخ زايد، يعني اسمحوا لي اخدكم في جوله سريعه لاهم واخر الاخبار سواء محليا او عربيا وكمان عالميا. نبدا اخبارنا من الاخبار المحليه والبدايه من اليوم السابع، وخبر بعنوان اتحاد الكره يعلن جدول مباريات الدوري الجديد 2020-2021. بالامس اعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه عمرو الجنايني جدول مباريات الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد، ويمكن اعلنت لجنه المسابقات مباريات الاسابيع السبعه الاولى، وان شاء الله فيما بعد سيتم الاعلان عن باقي مباريات الدوري العام. الخبر الثاني معانا من سوبر كوره، لجنه المسابقات ترفض اقامه معسكرات للمنتخبين الاول والاولمبي في ديسمبر. اعلن المهندس مازن منزوق رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم رفضه التام إقامة أي معسكرات للمنتخبين سواء الأول أو الأولمبي في شهر ديسمبر، وبالتحديد في الفترة من 20 ل 28 ديسمبر الجاري. يمكن كابتن حسام البدري كان طلب في وقت سابق إقامة معسكر، وكذلك المنتخب الأولمبي تلقى عرض من اليابان للعب مباراة ودية، لكن المهندس مازن مرزوق يعني أعلن رفضه بشكل قاطع. أي توقفات، الموسم مضغوط جدا، يمكن الدوري بادئ بشكل متأخر جدا في ديسمبر، وكمان هيبقى فيه أولمبياد في الصيف، فده يعني أجبرهم على منع أي معسكرات في شهر ديسمبر. الخبر التالي من اليوم السابع مرة تانية، إغلاق القيد الصيفي للموسم الجديد 2020-2021. يمكن أغلق القيد الصيفي أو فترة الانتقالات الصيفية بالاتحاد المصري لكرة القدم يعني زي ما نقول منتصف ليل اليوم. يمكن كان القيد مفروض ان هو في العادي بينتهي في شهر سبتمبر، لكن نظرا لظروف الطارئه وفيروس كورونا وكمان تاجيل الدوري ان شاء الله اللي هيبدا ان شاء الله يوم 11 ديسمبر الجاري، اعلنت امبارح الاتحاد المصري لكره القدم الساعه 11:59 دقيقه بالظبط زي ما نقول انتهاء وقفل القيد الصيفي لجميع فرق الدوري الممتاز. نروح بقى من اخبارنا المحليه ونروح عربيا، وبالتحديد نروح لدوله الامارات الشقيقه، ومعانا خبر من جريده الاتحاد الاماراتيه. الشباب الاهلي والزفره وبني ياس والامارات تقم العقد ربع النهائي بكاس رئيس الدوله. يمكن كاس رئيس دوله الامارات بيقام حاليا، وكان بالامس في اربع مباريات حسمت بشكل كبير عقد المتاهلين ان شاء الله للادوار النهائيه. البدايه كانت باقصاء الزفره نادي الجزيره من دور الثمانيه بنتيجه 1-0. المباراه الثانيه كانت بين الاهلي اللي تغلب على حتى بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وكمان بني ياس تغلب على العروبه بهدفين مقابل لا شيء. المباراه الاخيره كانت بين فريق الامارات اللي تغلب على اتحاد كلباء الاماراتي بنتيجه 1-0. نروح من اخبارنا العربيه وعالميا، ونروح بالتحديد لانجلترا، ويمكن كل الصحف هناك بتتكلم عن حدث واحد وهو المنافسه بشكل كبير بين ليفربول وتوتنهام على صداره الدوري الانجليزي وقمه الترتيب هناك. ونبدا اخبارنا، اول خبر معانا من روسيا اليوم، ليفربول يقصو على ولفرهامبتون برباعيه نظيفه. يمكن تغلب ليفربول مساء امس بنتيجه كبيره برباعيه نظيفه امام ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي في مباريات الجوله ال11. احرز اهداف ليفربول محمد صلاح، فينالدوم، ماتيب، وكمان نيلسون سيميدو اللاعب البرتغالي احرز هدف في مرماه بالخطا. من روسيا اليوم ايضا، توتنهام يحسم ديربي شمال لندن بثنائيه في شباك ارسنال. يمكن زي ما قلنا الصراع يعني احتد بين ليفربول وتوتنهام اللي ماشيين نقطه بنقطه، يمكن ليفربول 24 نقطه توتنهام 24 نقطه، لكن يتصدر بفرق الاهداف عن ليفربول. يمكن امبارح نتيجه كبيره في ديربي يعني من اشهر ديربيات انجلترا بين توتنهام وارسنال، توتنهام تغلب بهدفين مقابل لا شيء. احرز الاهداف الكوري الجنوبي هيونج مين سو وهاري كين في الدقائق 13:46 من الشوط الاول. نروح كمان للصن الانجليزيه واللي كان اهم عناوينها امبارح، ليفربول 0 ولفرهامبتون، ليفربول 4 ولفرهامبتون 0. صلاح يسجل بينما يتساوى رجال كلوب مع توتنهام في صداره الترتيب، لكن تقنيه الفار تلغي ركله جزاء كودي. زي ما قلنا كل الصحف مهتمه بهذا الحدث الكبير والصراع على مقدمه الدوري الانجليزي بين توتنهام وليفربول. كمان الصن اتكلمت عن مباراه توتنهام وكان عنوانها
توتنهام 2 ارسنال 0، سون وهاري كين يسجلان مجددا ويعيدان توتنهام لقمه جدول الترتيب. يمكن ختام اخبارنا العالميه نختمها بخبر عن المدير الفني السابق للنادي الاهلي ريني فايلر، يمكن من موقع 20 دقيقه الفرنسي. ريني فايلر يخلف كريستيان جوركوف في نانت الفرنسي. يمكن خلال الساعات القليلة الماضية نتائج نانت تراجع بشكل كبير في الدوري الفرنسي، يعني زي ما بقول في الترتيب الرابع عشر في الدوري الفرنسي. يمكن كان فيها هزيمة بالأمس أمام ستراسبورغ بأربع أهداف مقابل لا شيء، ده دفع إدارة نانت إنها تبحث عن مدير فني جديد. والاتصالات وكل التكهنات في فرنسا حاليا إن التعاقد سيتم مع المدير الفني السابق نادي الأهلي ريني فايلر. ويمكن ابرز الموقع ان ريني فايلر اخر محطاته كانت يعني زي ما بنقول تدريب زعيم القاره الافريقيه النادي الاهلي، وتكلمت عنه بشكل ايجابي انه كان مع النادي الاهلي وحقق نتائج طيبه ولكن ترك النادي الاهلي لاسباب عائليه. دي كانت اهم واخر الاخبار، يعني يا رب نكون اسعدناكم ونكون استفدنا من اخبارنا ومتواصلين معاكم دايما ومن كل فروع مقرات النادي الاهلي. الكلمه ليك انا هواند، الكلمه ليك يا كريم. دايما بتسعدونا حقيقي وبتفيدونا وبتفيدوا اكيد كل الناس اللي بتتابعنا. بشكرك جدا يا محمد وبشكرك جدا يا مينا، شكرا لكم.